السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك، الله يسلمك، عندي سؤال مع الشيخ. تفضلي. الشيخ، في الجبيلة اللي فات، في الصيف اللي فات، كنت في مرحلة نفاس، اها، وانفصل عندي عجوزتي وداروا لي مشاكل بزاف. كنت مازال ما فوتش 15 يوم. اها، ايا كنت نحوس على الحكم هذا، فما ينصحني وفاني دارت لي، قالت لي قطعت عليا خالتي باللي ما يجونيش. يعني معليش نسخسي، قبلتي كي ساكنه مع جوزتك؟ راني معاها. ايه، مازال كي ساكنه معاها؟ مازال وانت واش باش ينصحك الشيخ انك باش مازال قلت الاخ، قلت لك زادت في كي صراو مشاكل وكاع، زادت قطعت عليا خالتي. هذا اللي ما على باليش، هي كي جات نهار تخطب ما حطتش عليا هذا الشرط، وكانت مخبره ولدها، وحتى ولدها ما قاليش. صافي، حتى كي صرا هذه المشاكل في مرحله النفاس، قالت له باللي قطعت عليها خاوتها المره الاولى باللي ما يجوش. جاي ولد صح، خويا يقطع بالك معليش خاوتك كبار صغار رجال، بالك هي عندها بنات في الدار، بالك البيت زيقة، بالك ممكن من هذه الأمورات الشيخ. صح، ما قالتليش، ما كانت في علمي. صافي، صدموني في مرحله النفاس، ما كانش على بالي. صح، معليش نسخسك سؤال، راجلك يقدر يديك تشوفي خاوتك؟ خالتي هادو كبار وصافي، أول مرة جايين وفهمت. نعم، وشنو سؤالك الآن؟ سؤالك دروك هي راهي شدت لي ولادي وكاع معايا، أنا يا خدامة يا دوكا. أنا يا حلفت في ديك مرحلة اللي كي داروا لي مشاكل وكاع، حلفت باللي ما نزيدش نعطي لها دراهم. كنت قبل ما تهليا فيها ونشري لها، حلفت باللي ما نزيد نعطي لها حتى دور. ودوكا راه ولدها راهم فرصي عليا باللي لازم نخلصها، كي راهي شاده الدراري. نعم، كم عرفت انا يا راني حالفه، دوكا راني نشوف فيها من ربي. هاي نعم، نجاوبك على سؤالك، ينصحك الشيخ كيفاش تتصرفي الآن. شكرا لك. حتى بنت عرب، بنت عرب اللي داروا فيها الشك باللي ولد خويا جاي يطلع عليا، قالوا لي شخص اخر. نجاوبك على سؤالك، شكرا لك، ربي يحسن العون ان شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك شيخنا. سمعت القصه قبل ما نعاودها لك نعم. الشيخ. هي كي تكون قضيه كيما هذه شائكه ومتفرعه ومشتبكه مع بعضها، ما تلقاش جواب معين. انا نقول بان هذا العجوز هذه يحرم عليها، حرام عليها تعامل الكنه نتاعها، واللي ربما هي في الدار عندها اشغالات اولادها، وزيد موظفه ولا خدامه في جهه برضا زوجها طبعا واذنه، ما لازمش تتكثر معها بهذا الشكل وزيد تضييقات. ثم من الذي قال بان شكون يجيها الخبر باللي خاوتها؟ هي ما قالتش لخاوتها ما تجيش الجو، وما قالتلهاش باللي انت خاوتك ما تجيش الجو. شكون هذا الطرف الثالث؟ وكيفاش خرجت المعلومه هذه؟ هذا كلام غريب. نحن احيانا في مثل هذه القضايا نحتاج الى ان نجلس بين الطرفين وتتسول المشكله باسهل الطرق، يعني بشكل طبيعي تسهل يعني. فالامر الاول، العجوز راها كيما عندها امراه بنت ناس جابتها لدارها، ايضا ممكن عندها بناتها راهم رايحين يروحوا، راهم عند الناس ولا رايحين يروحوا للناس، تعاملها كما تعامل بنتها. هي ايضا هذه حلفت، ما اسهل ما احلف حلفت، ولانها تسرعت وكذا تعاود تكفر عن هذا الوسم وتمد تحسن الى هذا. اذا كان الاحسان انت راكي تشري لها وتعطي لها ومع هذه المعاملات، لو كنت حبسي عليها ما لا حرب، لو كنت حبس عليها من الشهريه نتاعك ما تعطي لهاش، ما لا تصرى كيد وتصرى يعني منكر يعني ولو ربما حطت ولادها عند ناس واحد اخرين تخلصهم يعني. بالضبط. امر اخر مهم جدا، اين المحور؟ اين المركز اللي هو الزوج؟ اين الزوج من هذه العمليه كلها؟ بين زوجته اللي هي غريبه وبنت ناس جابوها، وبين يمه، ان يكون محضر خير وان يكون خير موصل بين زوجته اللي يحفظ لها مكانتها وقيمتها ومعاملتها، وبين يمه اللي ما مرتبه يعني ما ينبغي ان يعني تلطخ ولا تخدش ولا كذا. لكن اذا كان حكيما وصاحب مروءه ورجوله وصاحب دين يعرف كيف. اللهم الا اذا كان التيار غالب والسوء اما من زوجته ولا من امه، يبقى مسكين حيران، لكن ما ينبغي ان يغيب. شخصيه الرجل الزوج ينبغي ان تكون حاضره، ينبغي ان يكون يعني فاعلا ايجابيا، ماشي متفرج. هذا كانه متفرج، حبست لها خاوتها، هذا قطع الرحم، هذا يعني تسبب في قطعه الرحم، قطع الرحم. نعم. ومع ذلك يا سيدي الى ما تمنعكش هي كما ما منعتكش باش تخرجي تخدمي، تروحي لخاوتك تزوريهم. يلا نعم. على بركه شيخنا، ناخذ